قول فيصل مع فيصل علي موسى. شوفي، احنا مؤمنين بقيادتنا الحكيمة الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، لما قال لا تشلون هم، اكيد احنا ما راح نشيل هم. اكيد انا احد ابناء علي موسى اللي تربوا في المجموعة وتشربوا من عاداتها وتقاليدها واصولها، فمجموعة علي موسى كانت مدرسة لنا. احب ان ابني قادة وليس مدراء. بعتبر العقار الثاني بزنس بعد البترول عندنا في الإمارات. نبغي نعمل بيئة حياة جديدة للعالم احنا موجودين فيها. مثلا إمارة الشارقة، إمارة الشارقة معروفة بالفن والثقافة والقراءة ومعرض الكتاب. الروح المكان هذا احنا طلعنا فكرة آرت تاور، برج الفنون. نبغي نوفر العقار للجميع، متأكدين أن القادم أجمل وأجمل وأجمل.